السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنقدم مجموعه من السلطات تمشي مع المشاوي او تمشي حتى مع الاكلات العاديه او ممكن مع وجبه سمك. اول سلطه هنعملها اللي هي سلطه البابا غنوج. دي طبعا بدنجان مشوي، بدنجان رومي مشوي في الفرن او شويها على عين البوتاجاز من فوق، بشويها وبعد كده بسيبها تهدى خالص، وبعدين بقشرها، وبعدين بهرسها بشوكه او بسكينه عشان ايه تبقى ناعمه معايا خالص. وبعدين بحط لها طبعا بقى الطحينة، معلقة طحينة كبيرة، وبحط معاها عصير ليمونة، شوية خل وملح وكمون، وعليها طبعا شوية بقدونس. كل ده بقلبه مع بعضه كويس قوي قوي لغاية ما تنعم معايا. وبعد كده بقدمها وبحط من فوق الوش شوية زيت طبعا عشان البتنجان بيسود على طول. تاني سلطة دي طبعا سهلة وخفيفة قوي، مش لازم تبقى مكونات السلطة الخضراء يعني معايا كاملة، كخيار او كطماطم ممكن اقدمها كصنف واحد بس. فانا عملت سلطة الطماطم المخللة بفص ثوم وبقدونس ورشة نعناع وطبعا ليمون وخل وملح وكمون. بقلبها كلها في قلب بعضيها كده عشان ايه تتبل كويس، بيبقى طعمها جميل جدا واحلى من السلطة الخضراء اللي هي معمولة من الخيار والبصل. يعني بطماطم بس اقدر اطلع طبق سلطة جميل قوي ويفتح النفس مع طبعا المشاوي او اي وجبة انت حابة تقدمي معاها السلطة دي. تالت سلطة وتعتبر سلطة يعني جديدة علينا شوية، اللي هي سلطة الجبنة القديمة. عندي مثلا جبنة قديمة ومشطشطة بقى وحادقة، فانا مثلا عايزة اقدمها بخفها شوية بشوية طحينة عشان الطحينة بتمتص الشطة من الجبنة القديمة. عندي مثلا حتة جبنة فيتا اللي هي ملح خفيف قوي، بحط برضو معاها بهرسهم مع بعض وبتبقى شبه سلطة الطحينة شوية. طبعا ولا دي بيتحط لها بقى ولا ملح ولا كمون ولا اي حاجة خالص، لان الجبنة القديمة طبعا فيها الملح بتاعها والشطة، فهي بالنسبة لي بتبقى المادة الأساسية اللي أنا بشتغل بيها. بهرس معاها الجبنة الفيتا، المعلقة الطحينة، ممكن بقى أخرط لها طماطمية زي ما أنا عاملة كده، وبقلبهم مع بعض وبقدمهم. طبعا تبقى سلطة جميلة جدا وبتفتح النفس. الرابع صنف طبعا المخلل المشكل، وده طبعا موجود مرافق مع أي وجبة بيفتح النفس، وده طبعا البصل اللي أنا كنت مخللاه اللي هو يتاكل بعد يومين، جميل جدا جدا ومفيهوش اي روايح ومستوي تمام والملح بتاعه مظبوط. دي كانت افكار لمجموعة من السلطات او مقبلات تقدري تقدميها مع اي وجبة، مش شرط مشاوي بس. اتمنى ان شاء الله يا رب تكون الوصفات دي بالنسبة لك سهلة ومبسطة، وباذن الله تجربيها.